في لقاء خاص لمركز الأخبار مع سعادة السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية في مملكة البحرين، أكد السفير عمق العلاقات والتعاون بين البلدين الصديقين والدعم المثمر في السيطرة على الجائحة، كما أشاد بدور قيادة مملكة البحرين في التطوع للتجارب السريرية لما في ذلك من أثر كبير في نجاح مساعي التصدي لفيروس كورونا. بالنسبة للتعاون بين البحرين والصين في مواجهة هذه الجائحة، هي نعتبر هي مثالية. منذ بداية يعني هذه تفشي جائحة، في أول وقت يعني وقت بكير صاحب جلالة الملك أرسل برقية خاصة لفخامة رئيس الصين، وهذا تعتبر يعني الدعم معنوية قوية للشعب الصيني لمواجهة هذا المعركة. ونفس الشيء يعني حصل عندما يعني بدأ تفشي الجائحة في البحرين، كمان يعني قيادة الصين أرسل البرقية لقيادة البحرين وعبر يعني النية دعم ويقف مع البحرين يدا بيد. هناك البحرين كمان تعرفون في سنة الماضية في شهر أغسطس بدأ التجربة الثالثة سريرية للقاح معطل، والتي تدورها الشركة الصينية سينوفارم، والعدد المتطوعين وصل 7700، وخاصة يعني هناك صاحب السمو الملكي أمير سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو نفسه اشترك هذه التجربة كمتطوع. نحن والله هذا يعني شكلت تأثير كبيرة ودعم قوية، هذا يدل على أن التعاون في هذا المجال يعني كبير جدا ونتائج كبيرة، وكمان أسهم في هذه المكافحة. نحن كمان يعني في أول وقت تعرفون في بداية الوقت نحن بالنسبة للقاحات الصينية كان في بداية وقت بالنسبة لقدرة إنتاجية كان يعني مش وصلت محتاج، هناك محتاج دولية كبير جدا، لكن نحن الصين قدمنا اللقاحات الصينية في أول وقت للبحرين يعني، وكمان هناك تبادل تجربة مكافحة، وهناك في إنتاجات كبيرة وكثيرة في وجهود كبيرة في التعاون بين البلدين.